أهلا بكم من جديد في الآن. أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي أسماء وزراء حكومته المقترحين، مشيرا إلى أن أغلبهم كفاءات مستقلة، كما قدم تشكيلته وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليهم، معربا عن ثقته بموافقة البرلمان التونسي على تشكيلة الحكومة الجديدة. وأشار رئيس وزراء تونس المكلف إلى أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات مستقلة، وبدوره أحال الرئيس التونسي قيس سعيد تشكيلة الحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب للتصويت والمصادقة. وتحتاج طبعا للمصادقة أو الحكومة الجديدة تحتاج إلى الأغلبية المطلقة 109 أصوات من أصل 217 لنيل ثقة البرلمان. إذن للمزيد من الحديث والتحليل حول الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية بينضم إلينا في هذه الفقرة من استوديو الآن الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية صلاح مغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طيب، بعد الاختلافات بين القوى السياسية وما حدث منذ تولي قيس سعيد برئاسة تونس، والآن وصلنا إلى مرحلة تشكيل الحكومة بالفعل، وكما هو معلن أسماء مستقلة. بداية، قراءتك لأسماء مستقلة غير معروفة للرأي العام. بالفعل، هو بالأمس أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تشكيل حكومته. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس برئيس البرلمان راشد الغنوشي، واتفق على أن يحدد البرلمان جلسة للتصديق والمصادقة على الحكومة الجديدة في وقت قريب. سيبدأ المكتب التنفيذي للبرلمان التونسي صباح الغد في الإجراءات الفعلية للتمهيد لانعقاد جلسة إقرار أو المصادقة على هذه الحكومة. كما تفضلتي أن الحكومة الجديدة تضم شخصيات مستقلة، حتى الجمهور التونسي أو الشعب التونسي معظم الأسماء غير معروفة. هذه الحكومة مكونة من 28 وزير إلى جانب 14 كاتب دولة، تضم 4 سيدات. الحكومة من بينها 8 تولوا مقاعد وزارية في حكومات سابقة، والعشرين الآخرين لم يتولوا مناصب، ومعظمهم غير معلوم لدى الرأي العام التونسي. حكومات سابقة في أي عهد يعني؟ حكومات قبل 2011؟ لا، بعد 2011. في حكومة الترويكا أو حكومة علي العريض أو بعد ذلك. يعني مثلا طارق دياب وزير الشباب والرياضة كان تولى مسؤولية هذه الوزارة في وقت سابق. أيضا هناك الكثير من الأسماء، 8 وزراء تولوا حقائب وزارية في حكومة سابقة. أيضا هذا له أسباب، يعني كما تعلمين أن حركة النهضة هي التي تصدرت المشهد في تونس في عقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت. الحركة حصلت على 52 مقعد في البرلمان، وهو يعني يعطيها الحق في أن تشكل الحكومة، لكن لا يعطيها الأفضلية في أن تكون هي في صدارة المشهد بشكل فعلي. البرلمان مكون من 217 عضو، يقتضي حتى تمرر هذه الحكومة أن تحصل على الأغلبية ب 109 أعضاء من أعضاء البرلمان. هذا بالفعل يعني لن يتحقق إذا كانت هذه التشكيلة اعتمدت فقط على حركة النهضة، لأنه معظم الأحزاب التونسية التي يعني جاءت في الترتيب بعد حركة النهضة، ومنها قلب تونس والتكتل الديمقراطي وغيرها من الأحزاب، رفضت المشاركة في حكومة تشكلها النهضة بشكل كامل. هذه المعارضة، إنجاز لنا أن نطلق عليها، تكون أكثر من 150 عضو في البرلمان، وهو ما يؤهلها بالفعل أن تعترض على تشكيل أي حكومة قد تأتي من حركة النهضة، وهي أعلنت هذه المواقف. فلم يكن أمام حركة النهضة من خيارات حقيقية داخل الساحة السياسية التونسية إلا أن تبادر إلى أن يعني توافق على تشكيل حكومة مستقلة. لكن ممكن حركة النهضة، وخصوصا أنه تم الإعلان عن تحفظها بعض الشيء على الأسماء اللي مطروحة في الحكومة، ممكن حركة النهضة تعطل أو يعني تصوت بلا على هذه الحكومة، أو ترفض أن تمنحها الثقة، وبالتالي الأكثر من 50 مقعد هيكونوا مؤثرين في فكرة أن الحكومة تمرر. لا، هي من مصلحة حركة النهضة أن تمرر الحكومة حتى وإن لم توافق على شخصيتها. يعني حركة النهضة وإن كانت حصلت على الأغلبية في البرلمان، لكن هذه الأغلبية أغلبية هشة لا تؤهلها لقيادة المشهد
السياسي في تونس، لأنه 52 مقعد من أصل 217 يعني عدد قليل للغاية، يعني في المرتبة الثانية قلب تونس حصل على نسبة مقاربة يعني 35 مقعد. أعتقد أنه حركة النهضة يعني في الانتخابات السابقة حصدت مقاعد أكثر من ذلك، لكن كان هناك حزب نداء تونس يحظى بأغلبية يعني مذهلة. هو المؤكد والواضح من خلال المعطيات اللي قدامنا منذ بدء الانتخابات الرئاسية في تونس، وأنه حركة النهضة شعبيتها تراجعت كثيرا بالفعل في تونس، بدليل أنه المترشحين من حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية يعني لم يحصلوا على المتوقع أو اللي كانوا بيستهدفوه. وفي البرلمان كما ذكرت حضرتك نسبة المقاعد التي حصلوا عليها أقل مما كانوا يحصلوا عليه سابقا، 69 مقعد الانتخابات السابقة، يعني النهاردة 52 تعتبر خسارة. وبعدين المشهد السياسي في تونس بالفعل هو معظم الشعب التونسي رافض لحركة النهضة بالمطلق، فالتعبير عن ذلك جاء عبر صناديق الانتخابات، لأنه حركة النهضة عندما تحصل على 52 مقعد قياسا بالانتخابات التي سبقتها في العام 2014 هي خسرت، لكن هو يعني إذا تتبعنا المشهد من الخارج يعني هي الكتلة الأكثر حضورا في البرلمان، لكن هذا لا يؤهلها بشكل أو آخر، هو مشكلة في حد ذاته. يعني مثلا تردد في عقب الانتخابات البرلمانية أن راشد الغنوشي هو الذي سيشكل الحكومة، سيأتي على رأس الحكومة التونسية، لكن بعد أن منيت النهضة بهذه الخسارة أنا في رأيي أنها خسارة. لكن الدستور، فين الدستور يا أستاذ صلاح في هذه القصة؟ يعني الدستور التونسي بيجعل من يقوم بتشكيل الحكومة، رئيس الوزراء أم البرلمان؟ لا، هو رئيس الجمهورية يحدد الكتلة الأكثر أغلبية داخل البرلمان، يحددها لتشكيل، يكلفها بتشكيل الحكومة. في هذا المشهد يعني كان الحبيب الجملي ليس شخصية محسوبة بالكامل على حركة النهضة، يعني هو شخص مستقل معروف عنه، هو شارك في حكومتين قبل ذلك كوزير للفلاحة، ويعتبر من الشخصيات التكنوقراط، يعني أقرب إلى الاستقلال عنه إلى حركة النهضة. فعندما وافقت حركة النهضة على أن يكلف الحبيب الجملي الحكومة، هي لم تكن لديها الكثير من الخيارات، يعني هذا هو الخيار يعني الأقل وطأة بالنسبة لها، لأنه لم تكلف شخص صريح أو يتبع حركة النهضة أو أحد قيادتها بشكل واضح لتشكيل هذه الحكومة. طيب لجوء الجملي أصلا لشخصيات مستقلة بإيه دللته؟ ما هو كان قدام حركة النهضة الكثير من الخيارات أو السيناريوهات، يعني كان ممكن نحصر الخيار الأول في أنه الحركة تكلف أو تكلف أحد قيادتها بتشكيل الحكومة. معظم الأحزاب السياسية التي تلت حركة النهضة في الترتيب السياسي رفضت تماما أن تتعاون مع حركة النهضة، والحركة اكتشفت ذلك مبكرا. الشعب وتحيا تونس وقلب تونس دول بيشكلوا لو جمعناهم حوالي 150 عضو. حركة النهضة تشكل بمفردها 52، فإذا يعني التلت والتلتين، فالنهاردة لما تشكل دول رفضوا بالمطلق المشاركة في أي حكومة تشكلها حركة النهضة أو يكون رئيس الحكومة من أقطاب حركة النهضة، فبالتالي الحكومة الحركة وافقت على أن يكلف أحد الأشخاص يعني المحسوبين على تيار الاستقلال أو المستقلين نسبيا بتشكيل هذه الحكومة. المشاورات التي جرت في أعقاب تكليف الحبيب الجملي في الشهر الأول أعتقد أنه اجتمع بمعظم الأحزاب، أجرى مشاورات شملت كل الأطياف السياسية وكل الأحزاب السياسية، استشف الرجل أنه المعارضة يعني أو الأحزاب التي تلت حركة النهضة في ترتيب الأصوات لن توافق بالمطلق على المشاركة في حكومة يكون معظمها من حركة النهضة كما ينص الدستور، يعني الدستور التونسي ينص على أن يكلف رئيس الجمهورية الحركة أو الحزب الذي لديه الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة. فهنا تنازلت الحركة عن هذا الاستحقاق وتركت المجال لرئيس الجمهورية أن يحدد، لكنها وافقت على اختيار الحبيب الجملي يعني أو يعني قدمت الحبيب الجملي بشكل أو بآخر. طيب قبل الدخول في أولويات الحكومة وما يواجه تونس الآن من تحديات، أريد فقط أستوضح مسألة أنه
الحكومة الآن يعني خرجت من عباءة النهضة، أو يعني خرجت من حركة النهضة، ورئيس الجمهورية خرج أيضا من النهضة من خلال هذه الانتخابات التي خرجت وخسر فيها. طب خلال التصريحات. نعم، رغم أنهم أعلنوا دعمهم لقيس سعيد في جولة الإعادة، ولكن يعني المرشحين المحسوبين على النهضة لم يفوزوا في الانتخابات. إذن النهضة لديها فقط مقعد البرلمان. هذا بيشير الى ايه في الان في دلالته يعني في تونس او في المشهد التونسي وانعكاسه على الوضع السياسي التونسي؟ انا هقول لحضرتك، هو المشهد في تونس في البدايه يعني ظن المتابع للشأن التونسي ان قيس سعيد باعتباره احد الشخصيات او رموز التيار المحافظ في تونس، نعم، سيكون احد اذرع حركه النهضه. لكن التصريحات التي يعني صدرت عن الرجل، واخرها التصريحات التي صدرت في عقاب الزيارة التي قام بها رجب أردوغان إلى تونس، كانت واضحة، وأن الظاهر للرأي العام العالمي والمحلي في تونس أن الرجل لديه أجندة يريد التركيز عليها، أجندة أنه لن يتحالف مع أحد ضد أحد في ليبيا، ولن يشارك في أي تحالفات. وهو كان يريد من هذا التصريح ومن هذا البيان الذي خرج أن يوضح بأنه مستقل تماما بالزبط. كما ترشح للانتخابات الرئاسية وغير مدين حتى بحركة النهضة بالضبط، يعني بدعم. حضرتك وصفت المشهد بالضبط، نعم. لأنه إذا تتبعنا مثلا، هو لن يعني هو الرجل لا يريد أن ينزلق في المنزلق الذي انزلق إليه المرزوقي مثلا، المرزوقي نعم، منصف المرزوقي انزلق إلى حركة النهضة بشكل واضح، طيب. وفقد شعبيته في تونس، صحيح. ولكن يعني بخلاف الـ 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 الملفات الخارجية وتوجه النهضة ناحية الملفات الخارجية، في الداخل التونسي هل هنا بنرى أنه ليس فقط تراجع لشعبية النهضة، ولكن من الممكن أن يؤثر على اختلاف سياسات النهضة، اختلاف توجهاتها، اختلاف تحالفاتها في الفترة القادمة تجاه الشعب التونسي بعدما تراجعت شعبيتها؟ هو المتتبع للشأن التونسي في عقاب ثورة 2011 حدثت يعني أزمات اقتصادية واجتماعية في الداخل التونسي. المواطن التونسي منذ 2011 وهو يعاني جراء هذه الأزمات، لأن الوضع الاقتصادي لم يحظى باهتمام أي من الحكومات التي أعقبت هذه الثورة. بعد ذلك يعني هذا انعكس سلبا على المواطن في تونس، الإصلاحات الاقتصادية تأخرت، العمليات التنمية والبعد الاقتصادي تأخر، لم يحظى بالاهتمام الواجب من الحكومات التي تعاقبت. أيضا الأبعاد الاجتماعية أصبح هناك مظاهر اجتماعية يعني شهدت اختلالا واضحا في المجتمع التونسي، أصبح لزاما على الرئيس التونسي والحكومة التي ستشكل أن تركز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالمجتمع. حركة السياحة أيضا تأثرت، لأنه السائح لن يأتي إلى مجتمع أعتقد أنه يشهد اهتزازا أو هناك أزمات داخله. فالتركيز من جانب الرئيس التونسي الآن قيس سعيد، وهو أوضح ذلك وأعلن عنه بشكل صريح أنه سيركز على الملفات الاقتصادية والتنموية حتى يستطيع النهوض، طيب، بتونس. من هذا المدخل اللي حضرتك ذكرته نستطيع أن نبدأ فكرة أولويات الحكومة، أنه الحكومة أعلنت أو كان هناك يعني شبه إجماع على فكرة الوضع الاقتصادي والتركيز على الملفات الاقتصادية. الأولويات بالنسبة للحكومة التونسية الآن حضرتك بتشوفها إزاي؟ ما أولويات الحكومة يعني إذا يعني الحكومة الآن الشعب إذا حظيت بموافقة البرلمان في الجلسة التي ستعقد لهذا الغرض، أعتقد أنه على رأس أولوياتها سيكون الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وبعدين بعد ذلك تأتي الملفات الأخرى. لكن تركيز هذه الحكومة سينصب، يعني المعارضون لاختيار الحبيب الجملي مثلا أشاروا إلى أنه لن ينجح في مهمته، لأن الرجل ليس اقتصاديا في الأساس، هو رجل خبير زراعي يعني، لكن الزراعة نشاط اقتصادي في تونس. أعتقد أنه ستركز هذه الحكومة على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومحاولة جلب السياحة لتنشيط القطاع السياحي أيضا، لكن في المقابل هناك الكثير من التحديات التي ستواجه هذه الحكومة، أبرزها أنه معظم الشعب يعني إن كان يرجو أو يتطلع إلى أن تنهض به هذه الحكومة، لكن الشعب أصيب بخيبات أمل جراء ما حدث من ما توالت عليه الحكومات السابقة. لم تنجح هذه الحكومات في أن يعني
تتيح بارقة أمل للشعب التونسي. في وقت الانتخابات الرئاسية التونسية كنا نتابع دائما آراء التونسيين في تونس، وكان هناك فعلا شبه إجماع على أنه حتى هناك من فقد الأمل في الانتخابات نفسها. بالضبط، يعني ده كان في إحجام من الشباب مثلا عن المشاركة في هذه الانتخابات، وأحد هذه الأسباب أنه الشباب فقد الأمل في أنه سيكون هناك أي نتائج جراء هذه الانتخابات، بعدما يعني الصراعات، أو زي ما حضرتك قلتي، إذا يعني إذا كان تركيز حركة النهضة على أن يعني بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها بعد انهيار حلمهم في التصدر المشهد السياسي في المنطقة، أصبح الآن حركة النهضة أمام منزلق. أعتقد أنه يعني حضرتك بتقولي مش هتوافق على الحكومة، الخيار الوحيد أنها توافق على هذه الحكومة، لأنه ده الأمل الوحيد لها للنجاح. أنا فهمت حضرتك الآن لما حضرتك قلت لي أنه هي الخيار قدامها أنها توافق، مش تعترض. ليست لديها خيارات كثيرة. هي الآن بتحاول أن تكسب شعبية مرة أخرى بعد ما فقدت شعبيتها في تونس، وأنه الإسلام السياسي عموما يعني فقد شعبيته. طيب، عايزة نسلط الضوء قليلا على فكرة أنه أسماء الوزراء اللي موجودين وزارات كفاءات متخصصين ومستقلين يعني في مجالاتهم، إيه أبرز الأسماء اللي حضرتك بتشوفها؟ هو معظمهم مش معروف حتى للشعب التونسي. يعني الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، وهو أحد الأجنحة المهمة داخل الشارع التونسي، نور الدين الطبوبي، أشار إلى أنه لا يعرف 80% من أسماء المرشحين للحكومات. يعني أيضا الأسماء التي أعلنت بالأمس يعني أسماء غير معروفة للرأي العام، أسماء مجهولة في غالبيتها، معظمهم أو في أربع شخصيات في السلك القضائي على رأسهم رئيس الهيئة العليا للقضاء في تونس. لكن هذه ربما تكون نقطة قوة لهذه الحكومة. أعتقد يعني الشعوب الآن تريد وجوه جديدة وفكر جديد ودماء جديدة. هو الرهان على أن تكون حكومة كفاءات وأن تحظى بالاستقلالية، لأنه الحبيب الجملي أشار إلى أنه يركز على اختيار شخصيات مستقلة لا تتبع لأي من الأحزاب، بعدما اجتمع بمعظم الأحزاب السياسية المشكلة للمشهد السياسي في تونس، واكتشف أنهم لن يوافقوا على الانخراط في حكومة كما أشرت تضم عناصر من النهضة أو تقودها حركة النهضة. فالرجل اكتشف أنه إذا ما يعني واجه هذه الخيارات سيمنى بالفشل بطبيعة الحال، لأنه إذا اختار عناصر لا توافق عليها معظم الأغلبية البرلمانية، 150 أو أكثر من 150 عضو في البرلمان أكدوا أنهم لن يشاركوا في حكومة تشكلها النهضة، فالرجل يعني يسعى إلى النجاح. يعني أي شخص يكلف بمهمة في أي مجال يسعى إلى النجاح فيها، فما بالك برئيس حكومة بلد معظم أحزابها المعارضة أشارت إلى أنه، وهي الأغلبية العظمى، يعني حركة النهضة 52 مقعد لا تقاس بحجم البرلمان التونسي 217 مقعد، فيعني وإن حظيت بالأغلبية في هذا البرلمان لكنها ليست لها السلطة وليست لها الغلبة في داخل البرلمان. فالرجل يسعى إلى الحصول على موافقة البرلمان ومصادقته على حكومته، فهو يسعى إلى النجاح، فإذا ما فشل في مهمته سيقدم استقالته. فالموضوع هنا مرتبط بالأيديولوجية السياسية وحكومة حكومة توازن بين طلبات أو متطلبات الشعب التونسي وتحقق أغراض النخبة السياسية. فالمسألة صعبة أمام الحبيب الجملي، يعني المهمة ليست سهلة بالمطلق، إنه في هذا المناخ يعني غير المتوازن وغير المستقر، أعتقد إنه الاعتماد على الكفاءات والمستقلين سيكون هو غايته للوصول لهدفه. فالمسألة بالنسبة له أنه الرجل يعني اعتمد السيناريو الثاني في الاختيارات، أنه جنب الأحزاب السياسية جانبا واعتمد على الشخصيات المستقلة والتي تحظى من وجهة نظره بالنزاهة الحقيقية وأن تكون ذات كفاءة لتنفيذ الأجندة التي سيحددها مع رئيس الجمهورية و البرلمان. يعني الأجندة الآن يعني كما أشرت تركز على الإصلاح الاقتصادي، تركز على الأبعاد التنموية، تركز على جلب السياحة من الخارج لتنشيط القطاع السياحي الذي كان يحظى يعني بأهمية مطلقة في تونس باعتباره أحد الموارد الرئيسية للدخل. أعتقد أن هناك الكثير من المهام
التي لا تخضع للحسابات السياسية من وجهة نظري في هذه المرحلة في تونس. طيب بعد الملف الاقتصادي بإيه الملفات المهمة أيضا الآن؟ في الملفات الاجتماعية، لأن الملفات الاجتماعية هناك نسبة فقر عالية جدا في تونس، هناك بطالة نسبتها عالية حوالي 32%. اعتقد انه التضخم كمان في تونس يعني وصل لمستويات عالية، سعر الدينار التونسي اعتقد انه يحتاج الى في المرحلة المقبلة الى توازن. ايضا هناك المشاكل الحدودية وتهريب الإرهابيين عبر الحدود التونسية، كما تعلمين أنه أحد من هناك مناطق في تونس معروفة للإخوة التوانسة والحكومة تعرفها جيدا، يتم عن طريقها تصدير الإرهابيين، كان يتم تصديرهم عبر ليبيا إلى سوريا والعراق للانخراط ضمن صفوف داعش. هؤلاء أصبحوا الآن داخل ليبيا بعد أن جلبتهم الحكومة التركية للأسف الشديد، والمخطط التركي أصبح الآن على الحدود التونسية. ولعل تصريح الرئيس التونسي أنه لن ينضم إلى أي أحلاف ضد مصلحة بلاده معبر حقيقي، يعني أردوغان كان يريد توريط تونس في هذه طيب يعني الملف الخاص او نستطيع القول انه الملف الامني او الملف الاجتماعي والاقتصادي والامني والابعاد بعد ذلك، يعني نسبه الفقر اعتقد ان الحكومه ستركز على، لانه نسبه الفقر في عقاب العشر سنوات الاخيره يعني تزايد معدلات الفقر، ايضا معدلات البطاله في تزايد مستمر، لا يوجد هناك فرص عمل حقيقيه امام الشباب، ولعل ذلك هو ما أدى إلى إحجام الشباب عن الانخراط في العملية السياسية أو العمل السياسي بشكل مطلق، والتصويت في الانتخابات الأخيرة غير معبر عن توجهات الشباب. فأعتقد أن الحكومة سيكون لديها الكثير من الملفات المثقلة، الملف الاقتصادي، الملف الاجتماعي، الملف الأمني، هناك الكثير من التحديات التي تواجه هذه الحكومة، ملفات التهريب عبر الحدود أيضا من الملفات المهمة، سواء تهريب البضائع والتهرب الجمركي أو تهريب، هناك أيضا ملف في الفساد الذي يعني لعلك تعلمين أنه نبيل القروي هو المرشح المنافس كان متهما في قضايا فساد وحبس على أساسه، فهناك ملف الفساد كانت الحكومات وعدت الحكومات متعاقبة بمكافحة الفساد داخل المجتمع، لكنها لم تنجح للأسف في كبح جماح هذا الملف المثقل بالفعل، وأنه هناك الكثير من الشخصيات التي يعني أصبحت تنادي بوضوح بمكافحة الفساد، هناك الكثير من الملفات، لعل يعني 8 ملفات على الأقل ستكون هي التحديات الرئيسية أمام هذه الحكومة. طيب لكن في الشارع التونسي أستاذ صلاح، يعني الشباب بينظروا إزاي إلى كل هذه التغيرات اللي حصلت في الفترة الأخيرة؟ يمكن كان من ضمن وعود الرئيس قيس سعيد أنه المزيد من الحقوق والحريات للشباب، وكان حتى في حملته كان يقودها اصلا شباب، يعني مجموعه كبيره من الشباب. يعني في عجاله سريعه لو حضرتك تقول لي ماذا ينتظر الان التونسيون وخصوصا الشباب، وكيف ينظر الى كل هذه التغيرات؟ هو الرئيس قيس سعيد وعد بالفعل الشباب بانه سيتيح لهم المزيد من الحريه للتعبير عن ارائهم، حاول ان يجلب الشباب الى حملاته الانتخابيه كما اشرتي. الحملة الانتخابية كانت يعني حملة متواضعة للغاية، لم تكن بهذا البذخ الذي شهدته الكثير من حملات المرشحين الرئاسيين، فالرجل انطلق بحملته من شقة متواضعة مؤجرة، أيضا لم تضم حملته الكثير من الرموز السياسية التي اعتدنا عليها في المشاهد السياسية، لكن الرئيس اعتمد في هذه الحملة على الجولات الميدانية التي يقوم فيها، كان يجلس مع الناس في المقاهي، كان يترجل في الشارع يعني، فاعتمد في حملته الانتخابية على الأشياء البسيطة التي يعني وجد فيها والمعطيات الآن أمامنا بتشير إلى بالفعل أنه سيتم إدماج الشباب. هو يحاول إدماج الشباب في العملية السياسية، يحاول أن يجذب الشباب في المرحلة المقبلة للانخراط في العمل السياسي، وأن يكون لديهم أمل في المستقبل، لأنه هذا هو أساس النهوض بتونس، خاصة بعد الإحباطات المتوالية المتتالية التي أصابت الشباب وأصابت المجتمع التونسي في أعقاب الهزات الاجتماعية التي شهدها هذا المجتمع. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. الأستاذ صلاح مغاوري الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. الآن مشاهدينا الكرام نختتم معكم هذه الفقرة من الآن باستعراض أبرز ما ورد في الصحف والمواقع الإخبارية بشأن الحكومة التونسية الجديدة.